تحت رعاية الرئيس السيسي، الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى 1 يوليو القادم. اللبنانيون المغتربون يصوتون في الانتخابات النيابية بمراكز الاقتراع بمصر وتسع دول آسيوية. الكرملين يؤكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة والجدول الزمني. 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي تمتد حتى 1 يونيو القادم. تهدف المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. امتدت فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى 1 يونيو القادم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. فمنذ إطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 منها لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%، شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على تدبير احتياجاتهم مستفيدين من تخفيضاتها. وقد أشاد المواطنون بتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الحالي لتخفيف الأعباء عنهم، كما أشادوا بالمبادرة واستمراريتها خاصة مع توافر السلع في قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية تشارك فيها. طبعا فكرة مد المبادرة فكرة كويسة جدا وبنستفاد منها، طبعا كل ما بتمتد كل ما بتبقى بنستفاد منها. المبادرة دي محتاجة تبقى موجودة باستمرار عشان الناس تقدر تستفيد بالأسعار وتبقى العيشة عيشة كريمة وكويسة. يا ريت تكمل بقى يعني 2 3 كده لحد العيد الكبير إن شاء الله، الأسعار تبقى كويسة يعني إن شاء الله. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار بنطاق كل مديرية واصلت توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مع استمرار فعاليات المبادرة، سواء في السلاسل التجارية أو المنافذ أو السرادقات أو من خلال قوافل السيارات المحملة بتلك السلع. كل حتة السلع بننزل نلاقيها، مفيش سلع ناقصة، لا السلع الحمد لله متوفرة بشكل كبير جدا، وده بيوفر علينا عناء كبير جدا يعني ان احنا نلاقي السلع. بقالي فترة باجي والمبادرة شغالة، بلاقي فيها حاجات كويسة جدا ودايما باخد منها، ولسه كمان دلوقتي حالا واخدة مكرونة ورز وحاجات منها برضه. المبادرة نجحت وكل الأسعار نزلت بصراحة، والحمد لله في ناس بتشتري كتير وكل حاجة تمام 24، مفيش أي شيء. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار توجيهات القيادة السياسية تواصل توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة وجودة عالية حتى نهاية العام الجاري في كافة منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. الحمد لله المبادرة كويسة والأسعار كويسة قوي، بقت تتخفض والحمد لله. احنا بنشكر السيد الرئيس على المبادرة اللي عملها لنا. احب اقول لوزارة الداخلية طبعا انهم شاكرين افضلهم طبعا على المجهود المبذل في هذه المبادرة، وان يعني اتمنى منهم واتمنى من الله التوفيق انهم يدعمونا دايما في مبادرة كلنا واحد. وتستمر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية على الصعيد المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، جهود تتكامل مع سعي الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. وتستمر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية في مرحلتها 22 بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 60%،
في ظل توجيهات القيادة السياسية باستمرار هذه المبادرات للتخفيف عن كاهل المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة من ضبط 229 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 27 طن خلال 24 ساعة. كما تم ضبط طنين من الأسمدة الزراعية في مجال حجب السلع الاستراتيجية وضبط قرابة 16 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 9 أطنان دقيق مدعم. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 333 قضية، من بينها 65 قضية خبز ناقص للوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة المساجد، أعلنت وزارة الأوقاف العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية. كما أعلنت الأوقاف السماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد القادم وفقا للتعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن. إحنا اليوم من مسجد السيدة نفيسة، والمسجد الآن ونحن نتحدث مفتوح وسيؤدى فيه درس العصر، وسيتم تطبيق النظام من اليوم بمسجد السيدة نفيسة. وأنا سألتهم ماذا كان حال المسجد قبل جائحة كورونا، قالوا كان المسجد يتم افتتاحه الساعة 9 صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء، ثم يفتتح قبل صلاة الفجر بوقت كاف لإقامة الشعائر صلاة الفجر. فقلنا ما كان يتم قبل جائحة كورونا هو ما سيتم بإذن الله تعالى. هل ده المسجد السيدة نفيسة وحدها؟ لا طبعا، كل المساجد الكبرى والجامعة سيطبق ذلك على مسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة زينب، مسجد الفتح برمسيس، مسجد النور بالعباسية، مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، مسجد الموسي أبو العباس بالإسكندرية، مسجد السيد البدوي بطنطا، مسجد إبراهيم الدسوقي بتسوق. كل المساجد الكبرى والجامعة التي كانت تفتح ستفتح بهذا النظام. وجه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بفتح المساجد والعودة إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الأوقاف لتوضيح آليات عودة عمل المساجد بحالتها الطبيعية، أشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين. إنني أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته بما نحن بشأنه، وتوجيه سيادته بسرعة العمل على عودة المساجد إلى طبيعتها وفتحها أمام الراكعين والساجدين والذاكرين وعمارتها بدروس العلم. كما أتوجه أيضا بكل الشكر والتقدير لسيادته على اهتمامه بعمارة المساجد مبنى ومعنى، وما كان من توجيهات سيادته في عمارة المساجد وبخاصة المساجد الكبرى ومساجد آل البيت نراه جميعا رأي العين. يواصل اللبنانيون بالخارج المشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات النيابية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مصر وتسع دول آسيوية لاستقبال 30,929 مغتربا لهم حق المشاركة في التصويت. ويتوزع المغتربون في الدول العشر على 13 مركزا انتخابيا بها 77 لجنة فرعية للاختيار من بين 103 قوائم تتنافس في الانتخابات النيابية التي تعقد كل 4 سنوات لانتخاب 128 نائبا في مجلس النواب اللبناني، ويكون عدد النواب مناصفة بين المسلمين بطوائفهم والمسيحيين بطوائفهم.
وفي القاهرة تواصل السفارة اللبنانية استقبال الجالية اللبنانية في مصر للمشاركة في عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية بالخارج. كانت السفارة اللبنانية قد فتحت أبوابها منذ 7 صباحا لاستقبال الناخبين في سفارة لبنان بالقاهرة والقنصلية بالأسكندرية. ولمتابعة أجواء الانتخابات اللبنانية للمغتربين ينضم إلينا مباشرة من السفارة اللبنانية بالقاهرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، تحية طيبة، صف لنا المشهد الانتخابي اللبناني الذي يجرى على الأراضي المصرية. نعم، بعد التحية، بالفعل فتحت السفارة اللبنانية بالقاهرة أبوابها أمام الجالية اللبنانية المتواجدة في مصر منذ 7 صباحا لاستقبالهم إجراء عملية التصويت على المرشحين في الانتخابات اللبنانية التي ستجرى في الداخل يوم 15 مايو الجاري. الناخبون اللبنانيون توافدوا على السفارة منذ صباح هذا اليوم لاختيار قائمة من ضمن 103 قائمة موجودة في النظام الانتخابي، فهو نظام بالقوائم. وأيضا المرشحين يتنافس ما يقرب من 718 مرشحا على 128 مقعدا، مناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم. السفارة اللبنانية أيضا أنهت استعداداتها ببعض الإجراءات التنظيمية في وقوف الناخبين ودخول ناخب تلو الآخر للإدلاء بصوته بجواز السفر المصرح به مع الجالية اللبنانية الموجودة في مصر. وأيضا كما تحدثت 709 ناخبا 709 من الناخبين الذين يحق لهم التصويت ما بين سفارة لبنان في القاهرة وما بين القنصلية في الإسكندرية. عندما أجرينا بعض اللقاءات مع الجالية اللبنانية الذين أقبلوا على التصويت، أكدوا على أهمية المشاركة نظرا لما يتمنوه من مزيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان. وأيضا هناك من الجالية المصرية التي أوقفت الإجازة الخاصة بها في قضاء طبعا إجازة العيد، ويعني توافدت إلى السفارة في الزمالك للإدلاء بأصواتهم. أيضا عبروا عن أهمية هذه المشاركة والتطلع نحو مستقبل جديد للبنان في ظل النظام الجديد، خاصة أن هذا الاستحقاق الانتخابي زاد في عدد المشاركين والذين يحق لهم التصويت عن الانتخابات السابقة. أيضا أكدوا على تطلعهم لمزيد من المستقبل لأطفالهم الذين اصطحبوهم خلال وجودهم هنا في السفارة اللبنانية بالقاهرة. هذا الاستحقاق هو هام، يتطلعون لمزيد من تحقيق الآمال نحو هذه الانتخابات للمشاركة. أيضا السفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر عندما تحدثنا معه أكد على أن السفارة أتمت استعداداتها كاملة ل تهيئة الجو المناسب للناخبين، وأكد أنه متوقع في الساعات في مساء هذا اليوم الساعات القادمة سيكون هناك تزايد في عدد المقبلين على التصويت في هذه الانتخابات، لأنه سيتم فتح الأبواب حتى 10 مساء، ومصر ستكون آخر دولة تغلق أبوابها نظرا للتوقيتات المحلية الخاصة بالقاهرة. فبالتالي الجالية اللبنانية ستواصل التصويت اليوم حتى 10 مساء لاختيار القائمة من القوائم المرشحة في الانتخابات، حتى يتم تحقيق بالطبع الآمال والأمنيات التي تحدثوا عنها بتحقيق مستقبل أفضل بالطبع للبنانيين وأيضا للمغتربين في مختلف الدول العربية. فبالتالي أيضا السفارة ومصر تهيئ كل الأجواء المناسبة من ناحية التأمين ومن ناحية أيضا التنظيم داخل السفارة، حتى يتصنى للجالية اللبنانية في مصر بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. محمود جميل مراسل التلفزيون المصري متحدثا عن المشهد الانتخابي اللبناني في هذه الانتخابات النيابية التي تجرى في القاهرة والأسكندرية. جزيل الشكر. هلا لازم الكل ينزل وينتخب ويدلي بصوته. لضروره ذلك
أنا بدعي هلأ هون عبرك على الجميع أنه يكون في كثافة بالقراء، ولازم كل واحد يعبر عن رأيه. نحن ضمن إمكانياتنا والوسائل العمل اللي عندنا وصلاحيات المنصوص عنا بالقانون عم نقوم بالواجب. هذا وشدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على ضرورة تأمين التسهيلات اللازمة للناخبين المغتربين بالانتخابات النيابية. وأشاد الرئيس اللبناني بالجهود التي بذلت لإتمام العملية الانتخابية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات. وأكد عون أنه على اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب لمتابعة تطورات عملية الاقتراع في الدول التي تجرى فيها الانتخابات. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير وفقا للخطة والجدول الزمني. تصريحات بيسكوف جاءت تعليقا على تصريحات الرئيس البيلاروسي بشأن حدوث تأخير في العملية الخاصة في أوكرانيا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يمكن لأي عقوبات أن تحطم إرادة الشعب الروسي. كما شدد لافروف خلال مراسم وضع الزهور على اللوحة التذكارية لتخليد ذكرى قدامى المحاربين بالخارجية الروسية، شدد على أن الشعب الروسي يعتزم الدفاع عن الحقيقة التاريخية وحماية مصالحه المشروعة. وأضاف لافروف أنه يجري حاليا تحديد مصير العالم وهل سيكون العالم أحادي القطب، مؤكدا أن بلاده ترغب مع الغالبية العظمى من دول العالم في وجود نظام عالمي عادل. قالت وزارة الدفاع الروسية بأن صواريخها دمرت مخزنا كبيرا للذخيرة في مدينة كارماتورسك بشرق أوكرانيا. وأضافت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين، واحدة من طراز سو 25 والأخرى من طراز ميك 29 في منطقة لوناسك الشرقية، ولم يتسنى التحقق من هذه التصريحات بشكل مستقل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا. وأبلغ كذلك الصحفيين بأن استخدام روسيا للأسلحة النووية هو خطر ناقشه المسؤولون الغربيون علنا ولا ينطبق على ما أسمته موسكو بعملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأضاف أن حلف الناتو يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لكنه يبذل قصارى جهده لمنع حدوث ذلك. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها واثقة من أن الاتحاد الأوروبي سيوافق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. وأضافت في مؤتمر صحفي أنها واثقة من أنهم سيضعون هذه الحزمة على المسار الصحيح، ولفتت إلى أن الأمر ربما يستغرق أكثر من يوم، إلا أنهم على الطريق الصحيح. أفادت مصادر أوروبية أن سفراء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا. وكشفت المصادر أن 6 دول أعضاء أعربوا عن اعتراضهم على جوانب مختلفة من الحظر النفطي المقترح في العقوبات. كانت كذلك قد اعترضت بلغاريا والتشيك والمجر بشكل رئيسي على الجدول الزمني لتنفيذ الحظر النفطي، في حين أن اليونان ومالطا وقبرص لديها مشاكل مع الجوانب المتعلقة بنقل النفط الروسي من جانب السفن التي ترفع أعلامها. Ви першими підтримали Україну з самого початку цієї війни. And I understand that Russia would like to have a parade. Нам неоднократно приходилось, как я уже сказал, опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции.
Und diese Solidarität werden wir auch weiterhin leben gegenüber der Ukraine. أظهرت بيانات رسمية تراجع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في مارس، وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من تعطيل سلاسل التوريد وجعل من الصعب تلبية الطلبات. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد نجمة الخبير الاقتصادي. يعني سيد محمد، أزمة اقتصادية يعيشها العالم بأسره، نتابع من خلال بيانات رسمية يومية من مختلف دول العالم بالطبع، ونتحدث عن ارتفاع أيضا التضخم وتعطل سلاسل الإمداد وغيرها من المؤشرات، كيف ترى؟ أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة الخبرية أنه كل يوم بنرى بيانات غريبة جدا، المعدلات التضخم أصبحت معدلات شاذة، وكل يوم بنشوف أرقام غير طبيعية في الاقتصاد العالمي كله. المشكلة الأساسية هي أنه نوع التضخم الحالي هو نوع شاذ، نوع غريب جدا، لأول مرة بيحدث في الاقتصاد العالمي. هذا النوع هو ليس مشكلة في الطلب وليس مشكلة في العرض، هو مشكلة في منحنى الطلب والعرض بالتوازي، الاثنين مع بعض بالتزامن فيهم مشاكل كبيرة جدا. سعر الفائدة النهاردة لما بيتم رفعه في أي اقتصاد، سواء الولايات المتحدة أو أوروبا أو اقتصادات ناشئة، أي اقتصاد، سعر الفائدة لم يعد كافي للسيطرة على التضخم، أو لم يعد قادر على احتواء التضخم، لأن التضخم خرج عن سيطرة أي سياسة نقدية. فبالتالي النهاردة لما نتتبع هذا النوع الشاذ من التضخم ونشوف إزاي بدأت القصة، هنلاقي إن هي بدأت من أكثر من 18 شهر منذ الاكتشاف أول لقاح لكورونا. ظهر عندنا أزمة في منحنى الطلب، في انفجار حصل في الطلب على السلع، الناس بدأت تنفق بشراهة على كافة السلع، العرض لم يقابل هذا الطلب، بقى عندنا أول عرض من أعراض التضخم. بعدها تكلفة الشحن البحري تضاعفت 5-6-7 مرات. بعدها حصل أزمة في الطاقة سواء النفط أو الغاز. بعدها حصل أزمة سلاسل الإمداد. بعدها دخلنا في الحرب الأوكرانية، وقبلها بشهرين كان عندنا متحورات كورونا. ومع استمرار برضو الجائحة، فإحنا بقى عندنا أسباب وأعراض معقدة جدا بتكون معدل التضخم الحالي. فبالتالي النهاردة أصبحت السياسة النقدية أضعف وأصغر وأقل من أنها تحتوي معدل التضخم الحالي. الأزمة الحالية لمعدل التضخم هي تستلزم حل بيشترط وجود تنسيق ما بين كافة قادة الاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة، أوروبا، بريطانيا، اليابان، الصين، أكبر الاقتصادات الناشئة. بدون التنسيق ما بين قادة هذه الدول لن يحدث أي حل ولن نرى أي خروج من هذا الموقف. أستاذ محمد، يعني تحديدا إذا ما تحدثنا عن ألمانيا بشكل خاص، أبرز ملامح الأزمة التي تعيشها، وكان آخر حلقات تتحدث عن تراجع الناتج الصناعي أكثر من المتوقع تحديدا في شهر مارس. صحيح، هنا في ألمانيا، وهي على الرغم أنها أكبر اقتصاد أوروبي ولديها بتحقق فائض في الموازنة وفائض في الميزان التجاري، هو الأكبر في أوروبا كلها، لكن مع ذلك كان هناك نوع من الغرور طول السنوات والعقود الماضية لدى مش بس الحكومة الألمانية والمسؤولين عن الاقتصاد الألماني، لا، عدد من الاقتصادات الكبيرة. كان هناك شكل من الغرور. بمعنى إيه الغرور؟ إنه النهاردة إحنا ليه الأزمة حصلت النهاردة في ألمانيا؟ أزمة نقص السلع ونقص مواد خام، إنه لا يوجد مخازن كافية، لا يوجد مستودعات، لا يوجد صوامع كافية، لا يوجد مخازن وشوان للحبوب او للوقود او للمواد الصناعيه والسلع البسيطه، لان طوال الوقت العقود الماضيه كانت الدول الكبيره دي بتشوف ان احنا معانا فوائد ماليه نقدر نستورد من الخارج اي شيء وقت ما نريد. لكن النهارده الازمه الحاليه اثبتت ان حتى لو انت معاك فوائد ماليه، حتى لو معاك فلوس، فالسلعه نفسها غير متوفره، الماده نفسها غير متوفره، الطاقه، النفط، الغاز، الحبوب، القمح،
السلع الغذائية والسلع الداخلة في الصناعات كلها. نعم. عشان كده بنشوف النهاردة الناتج الصناعي بينخفض وهيستمر في الانخفاض الفترة القادمة. نعم نعم، الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد نجم كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس مشروع قانون لمجلس الشيوخ الأمريكي من شأنه أن يوفر الأسس القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وذلك بسبب العواقب المحتملة لهذا الإجراء. أوضح البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن الآثار المحتملة والعواقب غير المقصودة لهذا التشريع تتطلب المزيد من الدراسة والمداولات. كانت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد تقدمت بقانون لعدم السماح بوجود تحالفات لإنتاج وتصدير النفط، والذي من شأنه أن يسمح برفع دعاوى قضائية ضد أوبك على أساس سلوك مكافحة الاحتكار والتلاعب في السوق. أكدت الخارجية الصينية أن العقوبات لا يمكن أن تجلب سلاما، ولكنها ستؤدي فقط إلى تردي الوضع الاقتصادي العالمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية أنه يتعين على الولايات المتحدة التي يمثل اقتصادها أكبر اقتصاد في العالم أن تفعل المزيد من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الصيني أن بلاده على استعداد للعمل مع كافة الأطراف للمساهمة في تحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد العالمية وتشجيع الجهود الرامية إلى زيادة الثقة العالمية في التنمية. وصلت أولى دفعات الأسرى من قوات الحوثي إلى مطار عدن اليمني ضمن المبادرة الإنسانية للمملكة العربية السعودية في إطار الهدنة الأممية. كان التحالف العربي قد أشار إلى نقل الأسرى من قوات الحوثي جوا إلى صنعاء وعدن عبر ثلاث مراحل، فيما أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تعمل على تسهيل نقل أسرى قوات الحوثي من خلال ثلاث طائرات تابعة لها. تكبد حزب المحافظين في بريطانيا خسارة في الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرا. أسباب عدة لخسارة حزب المحافظين المنتمي له رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من بينها خرق جونسون لقواعد الإغلاق المتعلقة بكورونا، إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دفع ثمن خرقه قواعد الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا مع إعلان تكبد حزبه المحافظين خسارة الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخراً. نتائج متوقعة ترافقت مع أزمات اقتصادية تعيشها بريطانيا تتعلق بغلاء المعيشة وارتفاع مستويات التضخم، وتشير النتائج إلى غضب عارم تملك الناخبين بسبب سلسلة من الفضائح كان بطلها رئيس الوزراء جونسون. ففي واندزوورث معقل المحافظين منذ عام 1978 جاءت النتائج ضد جونسون وحزبه، وفي منطقة بارنت خسر حزب المحافظين النتائج أيضا رغم فوزه بها في جميع الانتخابات الماضية. نتائج الانتخابات وخسارة حزب المحافظين للمجالس الرئيسية في لندن ستزيد الضغط على رئيس الوزراء الذي يسعى للبقاء في السلطة، كما أوضحت تهديد المعارضة له والتي أظهرت تقدم حزب الليبراليين الديمقراطيين. جونسون غير وجه السياسة البريطانية التقليدية بعد فوزه في الانتخابات العامة قبل 3 سنوات، وتعهد حينها بتحسين مستويات المعيشة في المناطق الصناعية في وسط وشمال إنجلترا، وهو الأمر الذي لم يشعر به المواطنون. الانتخابات ستقرر مصير ما يقرب من 7,000 مقعد في المجالس المحلية، بما في ذلك جميع المقاعد في لندن وأسكتلندا وويلز، وثلث المقاعد في معظم بقية أنحاء بريطانيا. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لإصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وأوضح المركز الإعلامي أن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة يتطلب تعديلا تشريعيا على قانون التعليم، مشددا على أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط، إلى جانب تأجيل الامتحانات لطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، وذلك مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت الإصابة وقت عقد الامتحانات.
أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 1,454,000 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم. وأوضحت الصحة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض. كما تشمل المبادرة أيضا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما، وذلك بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة. الآن الوقفة الاقتصادية في السادسة. أخبار الاقتصاد مع آية كفوري، إليك آية. شكرا هبة، شكرا حكمة، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. فاز البريد المصري وللعام الثاني على التوالي بجائزة اتحاد البريد العالمي تعاونيات البريد السريع على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي، وذلك بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية. جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة لتعاونيات البريد السريع المنعقدة بمقر اتحاد البريد العالمي بالعاصمة السويسرية. اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وظلت العملة الأمريكية مرتفعة وسط التوقعات بأن المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من أقرانه لوقف التضخم، وارتفع مؤشر الدولار 0.5% في ساعات التداول الأوروبية ليسجل أعلى مستوى في 20 عاما عند 104.7 نقطة. تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم متجهة نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين بسبب خشية المستثمرين من الحاجة إلى رفع أكبر الأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، وكانت أسهم قطاعي السفر والترفيه والتكنولوجيا أكبر الخاسرين. وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب في اتجاه لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وذلك مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة. وشهد المعدن الأصفر تراجعا بنسبة 2% لتسجل أوقية الذهب 2873 دولارا و75 سنتا. أما على الصعيد المحلي فسجل جرام عيار 18 نحو 1015 جنيها، في حين لمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 2215 جنيها، وسجل عيار 24 سعر وصل إلى 1386 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 9720 جنيها. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن أسعار الغذاء العالمية تراجع بشكل طفيف في أبريل بعد أن سجلت مستوى قياسي في مارس وانخفضت بفضل الزيوت النباتية والحبوب. وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة والذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا في المتوسط 158.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 159.7 بعد تعديل بالزيادة في مارس. وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب، طلب على الحبوب، خفضت فاو بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2022 إلى 782 مليون طن من 784 مليون الشهر الماضي. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى هبة حسين وحكمة عبد الحميد، إليكم. أشكرك إياه. مشاهدينا، ولم يتبقى لنا في نشرتنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى الأول من يونيو المقبل. اللبنانيون المغتربون يصوتون في الانتخابات النيابية بمراكز الاقتراع بمصر وتسع دول آسيوية. الكرملين يؤكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة والجدول الزمني.
انتهت السادسة. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.